السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في ليسنز شير. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي اعمل ستيبل كوين، يعني اعمل عملة ثابتة زي اليو اس دي تي مثلا واليو اس دي تي، اي عملة ثابتة وتساوي 1 دولار. في ناس كتير عندهم تخيل خاطئ تماما ان العملة الستيبل هي نوع معين من العملات او ليه برمجة مختلفة. في الحقيقة الستيبل توكن او اي توكن على اي بلوك تشين سواء اثيريوم او سمارت تشين هي نفس سواء كانت ستيبل او غير ستيبل، فكل الاحوال هي نفس التوكن. الفكره في الستيبل توكن انها تبقى ستيبل في عمليه الاكستشينج على المنصه نفسها. طيب نقرب الموضوع اكتر. الستيبل كوين هي كوين عاديه جدا، توكن عادي جدا ولكن بدون تاكس، يعني تعملها من غير تاكس. تقدر تعملها بنفسك او تقدر تستخدم بلاتفورم او تقدر تخلي اي ديفلوبر يعملها لك. ولو تحب انا بعمل برضو الستيبل كوينز فتقدر ترسلني على التليجرام واقدر اعمل لك العملة. ايا كان عمل العملة نفسها ما بيختلفش عن عمل اي توكن. الفكرة في انك تخلي دايما سعر العملة بتاعتك يساوي 1 دولار في كل الاحوال، وده بتعتمد على المنصة اللي عملتك نفسها عليها. تمام، انت كحد مبتدئ محتاج انك انت تحط العملة بتاعتك او تعملها ليستنج على منصة تكون رخيصة. طبعا مبدئيا في العملات الستيبل ما ينفعش انك انت تحطها على البانكيك سواب او على اليوني سواب، لان المنصات اللامركزيه بشكل عام وتعمل لها ليكويديتي السعر بتاعها هيطلع وهينزل بشكل جامح ومش هتبقى ستيبل ابدا. كل عمليه باي هيزود السعر بشكل قوي او عمليه سيل هينزل السعر بشكل قوي وعملتك مش هتبقى ستيبل. الحل الوحيد انك تحطها على منصه مركزيه، منصه مركزيه زي باينانس وكوكوين وكل المنصات المعروفه دي. بس طبعا كمشروع مبتدئ اكيد ما عندكش الامكانيه انك انت تحط على منصه مركزيه مشهوره، فممكن تحط على منصه مركزيه تكون رخيصه او فري. في الفيديو ده هعلمك ازاي تعملها فري عن طريق منصه 0xtrader.com، هحط لك الرابط في الديسكربشن. كل اللي انت هتعمله انك هتدخل على منصه 0xtrader.com وهتفتح اكونت عادي جدا، اكونت طبعا اكيد مجانا، سهل جدا انك تفتح اكونت. الفكرة بعد ما تفتح الاكاونت انك تقدم على الليستنج المجاني. هحط لك برضو الرابط تحت الفيديو، هتلاقي الفورم ده، هتضغط على الرابط هيفتح لك الفورم ده 0x Trader Free Listing Form. كل اللي انت هتعمله هتملأ الفورم دي. اول فيلد هنا هتحط الايميل اللي انت سجلت بيه على 0x Trader نفسها. بعد كده هتحط الكونتراكت ادرس بتاع التوكن بتاعك وهترفع اللوجو وهتحط هنا الويب سايت وحساب التليجرام الخاص بالبروجكت وتويتر الخاص بالبروجكت برضو. وهنا في الانيشال ليستنج برايس هتحط 1 دولار، لانك هتعمل عملتك في الاول ب1 دولار، وانت بعد كده هتحافظ عليها انها دايما تبقى 1 دولار، وهعلمك ازاي. وبعد كده بتختار الليستنج ديت، وده التاريخ اللي هيبقى فيه الليستنج، وبتحط هنا الاونر تليجرام اكاونت بتاعك، يعني بتحط هنا التليجرام الشخصي بتاعك مش التليجرام بتاع البروجكت، وبتضغط سبميت. تمام، مهم جدا انك تحط في الاكونت بتاعك بعد ما تفتح اكونت على 0xtrader.com بتعمل ديبوزيت، بتعمل ايداع على الاقل ب 100 دولار. طبعا 100 دولار دي مش للمنصه، ال 100 دولار دول في حسابك انت علشان تقدر تعمل بعد كده اوردرات الباي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. تمام، بعد ما فتحنا الحساب وعملنا ليستنج منصتك طبعا عملتك طبعا هتبقى ليستد على المنصه زي اي عمله من دول. على سبيل المثال هنفتح العمله دي، اول ما عملتك هتبقى ليستد مش هيبقى فيه لسه اوردرات لا بيع ولا شراء، انت اول واحد هيحط اوردرات البيع والشراء. علشان تخلي عملتك دايما ستيبل ودايما بتساوي 1 دولار فلازم يكون الفرق ما بين الباي والسيل هنا ضعيف جدا بسيط جدا، يعني هتحط بلوك من اوردرات البيع مثلا على سعر 1 دولار بالظبط، تحط مثلا ما يعادل 100000 دولار على سبيل المثال او اكتر. اعملها طبعا بلوك كبير عشان اي حد يشتري ما يتجاوزوش، والاوردر اللي بعديه طبعا اكيد مش هينفع تحط اوردر واحد، لازم هنحط كذا اوردر. الاوردر اللي بعديه مثلا 1 دولار وبعد كده 001، فرق بسيط جدا بينه وبين الاول، والتاني نفس الكلام 002 على سبيل المثال، وهكذا. وتعمل مجموعه اوردرات كل الفرق اللي ما بينهم رقم بسيط جدا اقل من 1 من 10 من السنت على سبيل المثال. تمام، وعلشان تعمل اوردرات سيل لازم كمان تعمل معها اوردرات باي، لازم تعمل علشان تخلي الناس تبقى عندهم قابليه انهم يشتروا
ويبيعوا دايما عملتك بواحد دولار. فهتحط هنا مثلا اول باي اوردر هتحط هنا مثلا السعر 0.9999 على سبيل المثال، وتحط طبعا هنا رقم معين، وبعد كده 09998 09997 وهكذا، بحيث انك تخلي الفرق بسيط جدا ما بين اوردرات البيع والشراء، يعني يساوي تقريبا دولار، الفرق ما بين واحد من الالف من الدولار على سبيل المثال. تخلي دايما الاوردرين دول مليانين، يعني لازم تخلي هنا في باي اوردر، عشان كده انت بتحط على الاقل 100 دولار عشان تقدر تحط باي اوردر وهكذا. ومع الوقت طبعا انت او اي حد من الناس اللي بيمتلك عملتك يقدروا ان هم يبيعوا ويشتروا عملتك، ودايما تبقى بوان دولار، ودايما تحط وتزود اوردرات الباي والسيل بحيث ان هي ما تبعدش عن الوان دولار. فالستيبل هنا بتعتمد على الاوردرات اللي انت حاططها على الاكستشينج، وبالطريقة دي تقدر تعمل عملة ستيبل بتساوي دايما 1 دولار زي اليو اس دي تي. اتمنى يكون الدرس فاتكم وعجبكم، وياريت تشجعونا وتعملوا لايك للفيديو وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.